طيب ايه ده؟ طنط عفاف؟ ازيك يا اكرم؟ الحمد لله خير يا طنط. جميلة كويسة؟ الحمد لله جميلة بخير. الحقيقة بس كنت عاوزاك في موضوع تاني خالص. طب اتفضلي يا طنط، اكيد مش هنكمل كلامنا على الباب يعني، ده حتى عيب. شكرا. اتفضلي. اتفضلي يا طنط. خير؟ الحقيقة اكرم انا بعتذر ان انا جيت لك من غير ميعاد، بس انا بصراحة كنت محتاجة حد اتكلم معاه. انا اسمع الغم طول الوقت، شكله ما بتخلص، وانا كنت محتاجة حد اتكلم معاه، ما لقيتش غيرك. وانا وانس واحدة طنط، انا معاك اتكلمي. انا اصلي قابلت شهد النهاردة. بجد؟ طمنيني عليها، اخيرا ظهرت، هي كويسة؟ يا اكرم هو انتوا ما تقابلتوش الفترة اللي فاتت دي كلها؟ ما اتكلمتوش مع بعض؟ وحد كان عارف يلاقيها اصلا يا طنط؟ لا انا قصدي بعد ما رجعت. لا ما انا لسه عارف يعني ان شهد رجعت منك دلوقتي. غريبة، كنت فاكرة ان وضعك مع شهد مختلف عن وضع اي حد فينا. مش عارف يعني المفروض اقول الكلام ده ولا لا بعد ما شهد اختفت وظهرت تاني، بس مضطر اقول لحضرتك انا وشهد انفصلنا قبل ما تختفي على طول. انت بتقول ايه؟ انفصلتوا؟ وانتوا لحقتوا؟ للاسف بقى ما كانش ينفع اكمل اصلا يا طنط. من حوالي 6 سنين شهد صاحبت على شله بايظه كده، ما نعرف لهمش اصلا، منفصل. صحيح كان فيهم ناس هي تعرفهم من ايام الجامعه، بس بقيت الناس التانية عمرنا ما شفناهم ولا حتى سمعنا عنهم. في الفترة دي شهد كانت مش طبيعية، كانت متلخبطة وعلى طول سرحانة، مش عايزة تكلم حد، وعلى طول عصبية. احنا حاولنا نفهم منها في ايه، بس هي كانت رافضة انها تتكلم، كانت ساكتة على طول. وبعد كده عرفنا ان الشيله اللي هي كانت معاهم جرجروها لسكه المخدرات. مخدرات؟ هو طبعا الموضوع بالنسبه لنا كان صدمه كبيره قوي، ما كناش عارفين نتصرف ازاي. بس انكل نبيل فكر وقال لي ان الحل الوحيد انها تدخل مصحه وتتعالج، بس من غير ما اي حد يعرف اي حاجه ولا ياخد باله. انا اول مره اعرف حاجه عن الموضوع ده اصلا. الموضوع ده حصل بعد جوازك من ياسمين على طول، مفيش أي مخلوق كان يعرف أي حاجة غير أنا ونبيل وياسمين، حتى أنس محدش فينا قدر يقول له حاجة. غريبة، ياسمين عمرها ما جابت لي سيرة. أكرم أنت كنت عايزها تقول لك إيه عن أختها؟ إحنا حتى ما كناش عايزين نقول لياسمين لولا إنها دكتورة وكنا محتاجين رأيها. طب كملي يا طنط وبعدين؟ بعد شوية الدنيا ابتدت تهدى وقدرنا نلحقها. بعد كده نبيل صمم انها تسافر امريكا عشان تكمل علاجها هناك، والحمد لله رجعت وبقت كويسه. عشان كده اصر ان هو يصفي شغلها عشان تفضل تحت عينه وياخد باله منها. ايوه، بس هي فاهمه لحد دلوقتي ان هو كان بيحاربها عشان تشتغل معاه، وعمرها ما سامحته على اللي عمله في الولد اللي كان مشاركها، رغم ان هي كان هيتقبض عليها معاه لولا ان نبيل لحقها في اخر لحظه. وبرضه عشان كده كانت عايشه في امريكا ومش عايزه ترجع خالص. بس هي رجعت وبقت كويسه، والله العظيم بقت كويسه. هي صحيح كانت بعيده عننا، بس كانت بقت كويسه لغايه ما اتلمت على الشله دي تاني. وحضرتك عرفت ازاي؟ هي قالت لاخوها يوم السبوع، قالت له انها هتروح تبات عند اللي اسمها رشا، ورشا دي من الشله البايظه. عارفها على فكره، انا رحت لرشا وسالتها على شهد، بس هي قالت لي ان هي ما شفتهاش خالص. كدابه، البنت دي كدابه، وهي كل سبب البلاوي اللي دخلت فيها شهد. وايه اللي خلى حياتي يعني تبقي مصره ان هي رجعت سكه المخدرات تاني؟ مش جايز يعني الموضوع يكون زياره وخلاص، بيات ليله والسلام. لا، عشان رجعت تطلب فلوس كتير تاني، وكل ورا بعض ورا بعض ورا بعض زي ما كانت بتعمل ايام المخدرات. النهارده طالبه مني 60,000 جنيه، بتقولي انها هتشارك ناس اصحابها عشان تعمل خط انتاج عرايس. 60,000 جنيه؟ مشروع زي ده مش اقل من 250 الف جنيه حتى لو على سبيل الشراكه. شفت؟ يعني بتكتب. اكرم انا خايفه،
خايفة إن إحنا ما نقدرش نلحقها المرة دي زي ما لحقناها قبل كده. لا ما تخافيش يا طنط، ما تقلقيش، وعدي مني أنا مش هسيبها تضيع مننا تاني. كده يا أكرم. طبعا يا طنط شادي دي أختي، ما تخافيش. شكرا. هو الحين كنت عايزة أسألك سؤال بس مش عارفة ينفع أسأل ولا لأ. اتفضلي. هو أنت اللي طلبت من شهادة الجواز؟ بصراحة لأ، شهادة اللي عرضت عليها الجواز، بس ده عشان خاطر نرجع جميلة يعني. ياه للدرجة دي هي كانت عايزة تساعدك؟ الدرجة دي كانت متشعبطة في قصة قديمة شوية، جيتي حضرتك بقى وكملتها لي النهاردة. شهادة بسبب القصة دي ما قدرتش تستحمل وراحت للمخدرات، بس أنا مش هسمح إن ده يحصل تاني.